بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأحباء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متعنا الله جميعا بالصحة والستر والعافية وراحة البال، اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله هنعمل الزبدة البلدي بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، وتبقى متوفرة عندنا على مدار السنة في الصيف وفي الشتاء من إنتاجنا، ونقدر نعمل بيها ندخلها في حلويات في أطعمة زي ما احنا عايزين. الماء دي بسيطة جدا وسهلة جدا جدا. اللي انا عايزة قشطة احوشها في الفريزر في بولة او في كيس نايلون، بحيث ان انا تتجمع عندي كمية معقولة وابدأ اعملها زبدة زي ما احنا شايفين قدامنا. دي الزبدة وده اللبن الرايب، طلع كمية كويسة جدا. الطريقة دي كويسة جدا جدا، بتديني كمية كبيرة، بتديني لبن الرايب كمية قليلة، وبتبقى سريعة. احفظها في الفريزر زي ما هي كده كور، او اسيحها وابدأ ان شاء الله اعملها ادخلها بقى في الاطعمة في الحلويات. في ملاحظات عشان تديني كمية كبيرة كده، اهم حاجة زي ما بقول نحطها في حاجة سلستين، بنغلي اللبن ويبرد ونحطه في التلاجة ونسيبه لمدة يوم، واشيل الطبقة وتكون متماسكة. كل ما طبقة القشطة تكون متماسكة عندي كل ما تديني نتيجة أفضل. لو الطبقة مش متماسكة، أما أجي أبدأ أعملها الزبدة اللي احنا هنشوف المقادير وخطواتها مع بعض إن شاء الله، هتبدأ تديني سيولة أكتر، هيبدأ اللبن بيبقى كتير والزبدة هتبقى قليلة. فدي ملحوظة مهمة جدا جدا، لما طبقة القشطة متماسكة هتبدأ تديني كمية زبدة كويسة، لو قلت هتبدأ كمية الزبدة تبقى قليلة واللبن الرايب هيبقى كتير. لو احنا لاحظنا، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، كمية الزبدة ما شاء الله عليها اهي، وكمية الزبدة التانية دي اهي، انا عملتهم على مرتين في الخلاط، وده اللبن الرايب كمية قليلة. احنا شايفين هنا بعض اللبن، اللبن ده لما انا عملتها كور وريحتها ابتدت تنزل، يعني مش هينفع يصفى، لو احنا عملناه كده ما بيصفاش. ليه؟ لان الكور ابتدت تريح تنزل السائل، يعني اللي فوق ده بقى صلب والسيوله اللي فيها نزلت على تحت. فايه اللي هيحصل؟ احطه ساعتين في التلاجه، وبعد ما احطه ساعتين في التلاجه ابدا بقى بمعلقه من الجنب كده اهو، اميل مثلا البوله كده وابدا بمعلقه اروح واخده اللبن اللي معانا ده، وبعدين احطها في الفريزر، يا اما اسيحها او استعملها اخد منها في الفريزر وابدا اشتغل بيها. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة بسم الله والمقادير. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ده بإحسان إلى يوم الدين. الأحباء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متعنا الله جميعا بالصحة والستر والعافية وراحة البال، اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله هنعمل الزبدة البلدي في البيت بطريقة سهلة جدا ومقادير بسيطة جدا جدا. كل اللي احنا محتاجينه القشطة اللي بتتكون على وش اللبن، بنجيب كيلو لبن او 2 كيلو على حسب ما بنحتاج الاحتياج الاسبوعي للاسرة. بنغلي اللبن في حاجة سلستين، وبأكد في حاجة سلستين عشان السلستين بيديني طبقة القشطة متماسكة وبتديني نتيجة في الزبدة نتيجة كويسة جدا. لكن لو ما فيش سلستين بنعمل في اي حاجة في الومنيوم، اي حاجة ممكن تأدي الغرض، بس السلستين بيبقى افضل. بنغلي اللبن بنسيبه يبرد، بنحطه في التلاجة، بعد ما بنحطه في التلاجة تاني يوم بنشيل وش القشطة، بنشيله ونخزنه لحد ما يوصل معايا بالنتيجة دي. ممكن احط اكتر اقل، كمية كبيرة كمية قليلة على حسب ما اعمل، وببدأ اعملها. كل اللي مطلوب مننا زي ما احنا شايفين القشطة مجمعينها اهي، وعايزة نص كوباية لبن او كوباية لبن. ليه بقى عايزة نص كوباية لبن او كوباية لبن؟ لان انا دلوقتي القشطة دي اتجمدت لي في الفريزر، فمحتاجة السيولة تمشيها لي في الخلاط زي ما احنا شايفين قدامنا اهي. طبعا عايزه شويه سيوله، السيوله دي هيتوفرها لي ايه في اللبن. وعايزه مصفاه هصفي فيها الشرش عشان هنعمل الكوره ان شاء الله، وهنعمل الخلاط باذن الله مع بعض. هنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا مع بعض نحطها في الخلاط ونبدا نضربها ان شاء الله. تابعوني هفضيها في الخلاط ونضربها. في ملحوظه قبل ما اضربها في الخلاط، احنا هنحط اللبن الاول في الخلاط عشان يبقى يعمل لي حركه، تكون الحركه خفيفه على سكينه الخلاط والموتور، ما يبقاش في ضغط عليها. وبعد كده ننزل بالزبده او ننزل بالقشطه، ان شاء الله تبقى زبده. ننزل بالقشطه فتبقى حركه تدوير الشفشق تبقى حركه خفيفه جدا على السكينه وعلى الموتور. تعالوا مع بعض نحط القشطه، نحط اللبن الاول وبعدين نحط القشطه وبعدين نشوف. مع بعض حطينا نص كوبايه اللبن، وبعدين حطينا نص مقدار الزبده عشان كميه كبيره على الخلاط، وهنبدا نضربها في الخلاط. بالنسبه بقى ملحوظه لعمليه الضرب في الخلاط، هنبدا نضربه ثانيتين 3 ثواني او دقيقه على حسب قوه الموتور وقوه الخلاط. هضربها
واريح، وبعد كده اروح بالمعلقه او سباتيولا اجيب من فوق لتحت عشان ابدا احرك السكينه، ما تبقاش في تكتلات على السكينه، وتبقى سهله عليا عمليه فصل المواد الصلبه وتحصل عمليه التزبد عن المواد السائله اللي هو اللبن الرايب. اهم حاجه نركز في ان احنا لازم نطفي كل 5 ثواني او 10 ثواني على حسب قوه الموتور، وابدا اجيب من فوق لتحت عشان تبقى تسهل لي عمليه ان انا اشغلها وتطلع لي النتيجه كويسه جدا ان شاء الله. وباذن الله هنضرب دلوقتي مع بعض ونفصلها ونشوف النتيجه مع بعض، استنوني في المرحله الجايه ان شاء الله. حطينا الخليط مع بعض، بدأنا نحط خليط القشطة مع اللبن وهنبدأ نضربه ان شاء الله. بالنسبة لعملية الضرب زي ما قلنا 2 او 3 بنفسك. هنبدأ بقى نفتح ونشوف النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، النتيجة سريعة، ابتدت تتزبد. الاول هتديني زي الكريمة وبعدين تتزبد. احنا هنا القشطه يعني زي ما بقول لما بنحطها في حاجه سلستين بتبدا السوائل فيها تتجمد وبتديني نتيجه هايله جدا، يعني احنا ما خدتش وقت معانا اهي كده. دي بدات الزبده ان شاء الله هضربها تاني، وبعد ما اضربها تاني كل ما اضربها اكتر واجيب من فوق لتحت زي ما اتفقنا اهو، اجيب من فوق لتحت بسهل عمليه ان انا اشغل السكينه بتاعه الخلاط، مبقاش في حمل عليها وعلى الموتور. هبدا تاني اضربها تاني عشان نبدا ان شاء الله نشوف نصفيها ونشوف نعملها كره ازاي مع بعض. هبدا اضربها واستنوني انا مع بعض. بعد ما ضربنا الزبده باللبن في الخلاط 3 4 مرات، برده مش هقول كم مره هنضربها، الفيصل بالنسبه لنا زي ما احنا متفقين ان انها تزبد تتفصل المواد الصلبه والدهنيه عن المواد السائله. تعالوا نشوف كده مع بعض اهي، خلاص كده بفضل الله سبحانه وتعالى كده بقت زبده قدامي. طب الخطوه الجايه هنعمل ايه؟ الخطوه الجايه ان شاء الله هنحضر مصفى، ادي مصفى بلاستيك حضرناها اهو، وهنبدا ان شاء الله نصفي الخليط. انا حتى جزء منها هبدا احطها فيها. ليه بقى المصفى دي؟ هتنزل لي الشرش اللبن او اللبن الرايب، اللبن الرايب ده مفيد جدا جدا، هتبدا تصفي لي اللبن الرايب عن الزبده وان شاء الله نبدا نعملها كره، وبعد كده نشوف المنتج للكره ان شاء الله. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هصفيها عشان انزل اللبن الرايب، وبعد كده نشوف النتيجه مع بعض. تعالوا مع بعض استنوني في الفقره انا الجايه مع بعض. بعد ما ضربناها في الخلاط وتحولت لزبده، جبت مصفى، المصفى نزلت فيها الخليط عشان تنزل لي اللبن الرايب، تفصل لي اللبن الرايب. احنا كل ما بنحطها في الثلاجه وكل ما بتبخر منها السوائل او الطبقات بتاعت القشره بتمسك بتديني كميه لبن رايب قليل جدا، فهنا الزبده او القشطه اللي انا جمعتها اتطبق عليها المبدا ده، اللبن الرايب مش كميه كبيره. لو احنا بصينا كده، انا حاطه المصفى طبعا انا هكورها بايدي، بس احنا لو بصينا كده ادي اللبن الرايب اللي هينزل منها، طبعا هي فيها سيوله لكن انا هكورها بايدي، هغسل ايدي بقى واكورها بايدي. طبعا لو احنا لاحظنا السيوله اهي موجوده معانا اهي، هي كده خلاص زبده اهي. هنعمل ايه بقى الخطوه الجايه؟ انا هكورها بايدي وبعد كده نجمعها كور كور كور، ونبدا بالراحه نضغط حاجه بسيطه كده يعني زي الكره كده، ما بنلف العجينه في ايدينا عشان تبدا السيوله، نفتح صوابع ايدينا عشان تبدا السيوله تنزل لي بالتدريج من خلال صوابع الايد، وتبدا ان شاء الله تبقى كوره. احاول على قد ما اقدر برفق وبهدوء كده انزل منها كل السيوله لحد ما تبقى الكوره معايا. تعالوا نشوف الخطوه دي مع بعض. انا دلوقتي هكورها، وبعد ما اكورها نرجع ان شاء الله نشوف الخطوه الجايه باذن الله مع بعض. تعالوا مع بعض نشوف مع بعض بفضل الله سبحانه وتعالى للمرحله النهائيه في انتاج الزبده البلدي في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه وسريعه. بعد ما ضربناها في الخلاط وابتدت تتزبد او يفصل المواد الصلبه عن المواد السائله، حطينا في المصفى، وبعد ما نزلناها في المصفى ابتدى اللبن الرايب ينزل لي منها اللي احنا شايفينه في الكوبايه قدامنا ده، وبعد ما نزل منها ابتدينا نعملها كور ونحطها بين كفين الايدين ايدينا، ابتدينا نفتح الصوابع بحاجه بسيطه جدا بحيث ينزل اللي اللبن الرايب من خلال الصوابع، وابتديت الفها زي ما بنلف الكره كده في ايدينا او عجينه، واضغط برفق لحد ما ينزل لي المواد السائله او اللبن الرايب اللي معانا، يفضل ينزل بالتدريج. لو احنا لاحظنا احنا عملناها كده هي زبده زي ما احنا شايفين، لكن فيها بعض السيوله، السيوله دي جايه من ضربها باستمرار في الخلاط وجايه ان احنا ضفنا لها كوبايه لبن. فهنعمل ايه في المرحله دي؟ انا صفيتها كويس جدا، ولكن بعد ما انا حطيتها وارتاحت نزلت لنا
قليل من اللبن الرايب. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل دلوقتي ان احنا هنسيبها نحطها ساعتين على الاقل في التلاجة عادي، في الرف العادي، هتبدأ تتماسك مع بعضها. بعد ما تتماسك مع بعضها هنلاقي اللبن فصل شوية عنها، هنبدأ نصفيه، يا نمسكه نصفيه في الكوباية يا بمعلقة. بعد ما نصفيها كويس جدا نجيب اكياس ونروح حاطينها في التلاجة ونخزنها في التلاجة. لو احنا لاحظنا الكمية، بسم الله ما شاء الله، الكمية كويسة جدا، كمية كبيرة، الكمية اللبن الرايب قليلة جدا. طب اللبن الرايب ده بقى هنعمل بيه ايه؟ هنحطه في الفريزر لما نيجي نعمل قشطة ان شاء الله بأمر الله تعالى، نضربه بيها. ممكن لما نيجي نعمل مش، ممكن نعمل معجنات نشربه، مفيد جدا جدا للأمعاء والقولون والهضم والمعدة، مفيد جدا جدا لو عملنا بيه قرص، لو عملنا بيه أي معجنات، أو عملنا بيه رز معمر، بشاميل، أي حاجة يخش فيها اللبن ممكن نستعيضها عنا باللبن الرايب اللي قدامنا ده. ده فيه شفاء للجسم في الأجهزة الداخلية والخارجية، طبعا هينطبع على الشكل الخارجي لجسم الإنسان. زي ما احنا شايفين طلع حوالي 4 كور متوسطين، زي ما قلت هنسيبها ساعتين، وبعد كده نبدأ ان شاء الله نحطها في اكياس. وبعد ما نحطها في اكياس هنبدأ ان شاء الله نصفي اللبن الرايب ده. لو احنا لاحظنا كده يعني هو موجود، لكن مش ما ينفعش يتصفى. ليه؟ لان انا حطيت الكور ريحت، فلما ريحت ابتدى يوضح عندنا اللبن الرايب زي ما احنا شايفين قدامنا كده. دي طريقة الزبدة، طريقة سهلة جدا، بسيطة جدا جدا، سريعة جدا جدا، بتديني كمية كتيرة من الزبدة وبتديني كمية قليلة من اللبن الرايب. بالنسبة للبن الرايب الكمية قليلة لأن زي ما قلت حطيتها في حاجة سلستين، لبانة، كزرون، أي حاجة وحطها سلستين، حلة صغيرة بحطها في التلاجة يوم وأجي أشيلها، بتشيل القرص القشطة متماسك مفهوش سيولة كتير، فعشان كده ما بيجي يديني بيديني نتيجة كويسة. هي دي النتيجة اللي انا بقول عليها، فبيديني لبن رايب قليل. ممكن لو احنا ما عملناش الخطوات البسيطة السهلة دي بتديني كمية لبن كبيرة جدا وبيبقى انتاج زبدة قليل. زي ما احنا شايفين قدامنا ان اللبن رايب طلع لي كوباية، واللبن الرايب ده بتاع معلقة ومعلقتين، يعني لو احنا بصينا هنا في الطبق البولة دي او في الطبق ده معلقة ومعلقتين بس، ده نتيجة ما ريحت الزبدة ابتدى يظهر لي فيها اللبن. يعني احنا لو حطينا حتى المعلقه هنلاقي فوق ابتدى يتماسك، وتحت السيوله تحت اللي هو اللبن الرايب. وبعد كده نحطها في اكياس في الفريزر، نحطها في الفريزر، حفظها في الفريزر، ما ينفعش احفظها في اي مكان تاني غير الفريزر. اخدها بقى سيحها، وان شاء الله نبقى نسيحها مع بعض باذن الله بطريقه سهله برضو بسيطه ان شاء الله. دي طريقة سهلة وبسيطة، نرجو من الله سبحانه وتعالى ان هي تكون حاجة مفيدة نقدر كلنا نعملها بطريقة بسيطة سهلة. زي ما قلنا انتاجها وفير، ما بتدهورليش، سريعة، بتديني كمية كويسة جدا، وبتديني نتيجة فعالة ان شاء الله. كده تبقى الزبدة متوفرة عندنا طول السنة. عقبال انا مثلا الكور دي احطها في الفريزر وابدأ اسيحها واستعملها، يكون بأمر الله حوشت كمية قدها من القشطة واعملها ان شاء الله، تبقى طول السنة موجودة عندنا، مش هحس بالفراغ ان مفيش زبدة او سمنة عندي في البيت. عندي الزبدة اللي بحوشها كقشطة، وعندي الزبدة اللي انا عاملاها. ممكن الكور دي اسيحها كلها مع بعض او اسيحها على حسب الاستخدام، بس اشيلها في الفريزر، ملهاش تحتفظ الا في الفريزر. ولحد ما نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، اتمنى لكم ان شاء الله ان تنفذوا الفكره. ومن حد ما نتقابل ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يمتعنا جميعا بالصحه والستر والعافيه ورحمه البال، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.